بقول لك شيء وايد وايد مهم، وهذه المعلومه علمها وش حق نفسك وعلمها حق عيال عيالك. ترى مو شرط انه يكون واحد صحي واكله صحي ورياضي انه هو ما يمرض، انه هو ما تيله امراض خبيثه، ما له شغل بالحقيقه. الحقيقه شيء ثاني، في شيء اذا فرز بجسمك باستمرار، ركز اعيد، في شيء اذا فرز جسمك باستمرار، سواء فرز حق واحد جسمه صحي ورياضي ويقعد الصبح، او حق واحد متبتب وياكل ويخربط وما ينام عدل، شنو الكورتيزول؟ يعني شنو؟ هل ممكن رياضي وما ياكل سكر يصير مريض سكر؟ اي عادي يصير، وزي الورد ياما ناس يشوفهم فيهم مرض سكر مع انه اكله زين، لانه في شيء عنده هذا اللي بقوله فارز عنده، شنو الكورتيزول، القلق والعصبيه. شوف كلنا نعصب، عصبيتنا لحظيه، صار موقف بس عادي خلاص، بعد شوي تضحك تسول. انا اقصد العصبي اللي من داخل اللي الله العن خيره، وراسك استنى وراسك استنى، شنو منو قال شنو هذا، هذا اللي كله يفكر 20 ساعه، هذا شنو يسوي؟ يفرز عندك كورتيزول. الكورتيزول شو يسوي؟ يقول حق البنكرياس لا تاخذ السكر، احنا مشكلتنا بالسكر، يقول حق البنكرياس لا تفرز، فيضل السكر. السكر شو يسوي؟ هو اللي يسوي تجلطات، هو اللي يخدش الشرايين، هو يسوي وايد مشاكل، ويروح يخربط هرموناتنا ويبلنا يقلل المناعه. لما تقل المناعه اذا طلعت خليه سرطانيه ما حد يمسكها، لان انت قللت مناعتك. فانتبه انتبه، رقم واحد حتى لو انت تخربط مو ماشي صح، رقم واحد الكورتيزول لا يرتفع زيادة عن اللزوم. لا تعصب، لا تغلق، تكفى تكفى كثر ما تقدر. عشان كذي اقول لك مو شرط يكون واحد مريض يعني يخربط بالاكل، حتى الضعيف حتى اللي جسمه حلو انتبه يصير فيك قلق وتوتر. دائما قول حق جسمك كذي، دائما ذكر نفسك، قول ترى كم الجزء الثاني عن ارتفاع الكورتيزول ومشاكله، قلنا يوقف البنكرياس لمدة 3 أيام، يعني 3 أيام أنت مناعتك نازلة، تخيل ها، وأنت صحي وأمور زينة كل شوي تمرض لأن مناعة ماكو، هشاشة بالعظام، ويا ما سويت وايد فيديوهات يمكن عدتها مليون مرة، ويخرب الجلد ويسوي عجز جلدي. من قبل كم أسبوع قاعد أتمشى باليوتيوب كان أشوف واحدة أختنا من العراق، مرة هذه واصل عمرها فوق 100، وهم مسويها مقابلة قاعد تدخن، تقول لي انا من صغري ادخن، زين هذه السيجاره فيها سموم، فيها مبيدات، فيها مركبات، زين هذه ليش ما تعبت؟ ليش يعني الله سبحانه وتعالى طول بعمرها، بس مفروض تكون صحتها يعني مو زينه، ليش الكورتيزول؟ تكفون دشوا شوفوا مقابلتها، تضحك وموسع صدرها. ما نقول ما تعصب، عصب شويه، حاول تسوي كنترول حق مخك، يعني لا يعني لا تقلق وايد، لا تقلق، دائما ذكر نفسك، قول والله العظيم سدحتي بالفراش هذه يا أخي تسوى الدنيا وما فيها، كثر ما تقدر قلل الكورتيزول، قلل قلل كثر ما تقدر كثر ما تقدر. تضايقت تضايقت شوي مع زوج مو مشكلة، حاول تشوفي لك طريقة إنه خلاص تفلين من المشاكل، حاول تشوف لك طريقة إنه شوي تريح مخك. من الأشياء طبعا المساعدة عندنا عشبة الروديولا روزيا، عندنا الماكروت، عندنا المكونة، عندنا إبرة السنوبر، وأيضا عندنا اللبان. شوف كل الأشياء أنا قلت لك إياها شغلات مساعدة، ولكن الرقم الأول هذا، انتبه انتبه. تخيل بدمك في أشياء قاعد تمشي قاعد تخرب 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 وماكو أحد يمسكهم، وين الحارس وين البوابة؟ الله معطيك إياه، ليش أنت تنزله؟ وقاعد تنزله بشنو؟ بأشياء تافهة، زعلان ما أعطوني شاورما، استه في شاورما، دك تبي شاورما؟ يبلي معك شاورما.